كيفن ديفن ميتنيك بالإنجليزية كيفن ميتنيك، مستشار أمن الحاسوب الأمريكي، ولد في عام 1963 6 سبتمبر، وهو أحد أشهر المخترقين للأنظمة في العالم. تم اعتقاله لأول مرة في عام 1995 15 فبراير. تم تجريمه بالتلاعب الإلكتروني واختراق أنظمة الحاسوب للشركات هذه، فيجستو وموتريلا ونوكيا وصن مايكرو سيستمز. انسجن ميتنيك 5 سنوات، 4 سنوات كانت سجن عادي وثمان أشهر كانت سجن انفرادي. بعد أطلق صراحة في عام 2003 21 يناير. بعد ما أطلق الصراحة ما خلوه يمسك أي شيء فيه تكنولوجيا موجود في بيته، يعني منعوه من كل شيء إلا الخط الأرضي سامحين له أنه يستخدمه، اللي هو هاتف التليفون. بعد ما أطلق الصراحة يرى المحققين أن كيفن ميتنيك باتصال واحد ممكن يسبب لهم مشكلة كبيرة. كيفن ميتنيك يلقب بالكوندور اللي هو النصر الأمريكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ طيبين إن شاء الله. اليوم يا جماعة الخير رجعنا لكم بمقطع جديد. مقطعنا اليوم راح يكون عن الهكر. الهكر ينقسم نوعين، هكر صالح وهكر فاسد. طيب شو الفرق بين الهكر الصالح والهكر الفاسد؟ طيب بعلمك شو الفرق بين الصالح والفاسد. طيب ثواني، الهكر الصالح يا جماعة الخير صالح، والهكر الفاسد فاسد من اسمه. نبدأ في مقطع اليوم. شكرا لكم على الدعم في المقطع السابق، وصلنا عدد لايكات مرة جبار، الله يعطيكم ألف عافية. يلا أشوفكم في أمان الله يا جماعة الخير، استمتعوا في المقطع. طيب يا جماعة الخير، كيف ميتنيك يقال أن فيه مرض التوحد وأن مستواه العلمي مو مستوى عالي، بس كان يحب مجال الحاسب ومجال الشبكات. طبعا يا جماعة الخير القصة هذه كانت في عام الثمانينات. مثل ما انتم عارفين عام الثمانينات كان عام ازدهار الحاسب، وكانوا في ذاك العام طايحين اللي هي في حركة التنصت على المكالمات. كان ذاك الوقت أكثر الناس، يعني الشخص إذا بغوا يقولون له أنت متطورة وأنت هكر، أنه هو يقدر يتنصت على المكالمات. كيفن ميتنيك سمع بهذا الخبر قال خلني أدخل في هذا المجال وأشوف اللي هو التنصت على المكالمات. هذه بداية كيفن ميتنيك، تنصت على المكالمات، ومو أي مكالمات، تنصت على مكالمات الأغنياء وعلى الناس اللي عندهم مثلا شأن في الدولة أو شأن في المنطقة اللي هو ساكن فيها. وكان يجمع عليهم الزلات، يعني زي ما تقول يجمع عليهم أخطائهم، يسجلها ويخليها عندهم، وبرضه صور أشياء إلى آخره كان يحتفظ فيها عنده عشان يقدر مثلا يهددهم في المستقبل. طبعا كيفن ميتنيك بدايته كان الحالة، قال ليه أجلس الحالي، خلني أتعرف على ناس في نفس المجال حقي. حصل ناس وتعرف عليهم وصاروا أصدقاء، صاروا نفس عقليته، يحبون مثلا يتنصتون على المكالمات ويهددون الناس من ناحية المكالمات. وأول عملية طاح فيها كيفن ميتنيك اللي هي كان يتنصت على مكالمات دليل الهاتف. صح أول كان نقدر نتصل على شخص أو نتصل على رقم معين ويعطينا الأرقام اللي حنا نبيها، مثلا نقول له عطنا رقم المطعم الفلاني، عطنا رقم الشخص الفلاني هذا، فكانوا يستهبلون عليهم هو والشلة اللي كان معاه، يستهبلون عليهم بأرقام يعني مو كاملة، مثلا يعطيه 4 أرقام ما يكمل الأرقام الثانية ويقفل فيه الخط. والشيء الثاني اللي كانوا يسوونه كانوا يرسلون رسائل نصية للعملاء اللي موجودين على الهواتف، يقولون مثلا إذا ما سددت الخط راح نقطع عنك الخط، سدد 20 سنت ولا راح نوقف عنك الخط وإلى آخره. كانوا يستهبلون عليهم من الناحية هذه. وفي واحد من المجموعة معهم حب يمزح مزح ثقيل، قال أنا راح أوقف أحد الشركات اللي موجودة عندنا، وحرفيا دخل على الشركة وعطل نظامها والشرطة ما عرفت من الفاعل. ولكن الناس هذولي ما وقفوا عند كذا، في يوم من الأيام الشخص هذا قرر يتسلل هو وصديقه تمام إلى أحد شركات الهاتف الموجودة في لوس أنجلوس. وصلوا إلى الغرفة اللي تحتوي على الاتصالات وعلى السجلات الموجودة في الشركة، وبرضه على أرقام البوابات أو أرقام السرية للبوابات لفروع الشركة كلها. قامت الشرطة وحققت في هذا الموضوع، ما حصلت أي شيء حرفيا. بعد سنة في بنت موجودة معهم في العصابة راحت للشرطة وعلمتهم، كانوا 3 أشخاص وميتنيك كان عمره 17 ونص. هذوليك راحوا للسجن وميتنيك انسجن في الأحداث بتهمة العبث في الممتلكات الخاصة بالحكومة. قعد 3 أشهر في سجن الأحداث، وبرضه قعد سنة تحت المراقبة في لوس أنجلوس. بعد فترة طلع ميتنيك من السجن بعد ما خلص المحكومة اللي عليه،
طلع من السجن تحسبون مثلك انه اغتاب وخلاص ما عاد راح يسوي اي شيء، لا، قام وسجل لوحة سيارته او الحروف اللي على سيارته بكلمة هاكر. لا وزيادة على كذا راح يتعلم فنون الاختراق وكيف انه يخترق وكيف انه يوصل لبعض المعلومات. يعني كان مصر بشكل مرة كبير انه يصير داهية في علوم اختراق الحاسب. ولكن في عام 1983 قبضوا على ميثنيك برضو يبغى يخترق، بس شوفوا ايش التهمة اللي صار فيها. من قبل جامعة كاليفورنيا ميثنيك يبغى الله يسلمكم يخترق احد الاشياء الموجودة في الجامعة عشان ياخذ شغلة هو يحتاجها موجودة داخل الجامعة. المهم سجنوه 6 شهور تحت الاصلاح، يعني السنوات اللي راحت اللي قبل ما فاتت ولا ادت معاه باي شيء. قاموا وسجنوه وخلوه في قسم الإصلاح، يعني يشتغل يضف مع الناس الموجودين مثلا في السجن في أماكن كثيرة. شفت 6 شهور اللي قضاها في السجن ما فادت معاه نهائيا. قام أول ما طلع من السجن وصمم له مقر خاص تحت الأرض. دارت الأيام واكتشفوا كيفن إنه موجود في هذا المقر وتم القبض عليه بتهمة التلاعب الإلكتروني. ولكن مو أي تلاعب كان يتلاعب، في شركة مخصصة للصناعات الحربية. يعني التلاعب اللي قاعد يسويه تلاعب مرة صعب من الليفل الثقيل. الأول نقول أشياء طبيعية وأشياء عادية، بس للمرة قرر يلعب بالثقيل. والشيء الأكثر غرابة يا جماعة الخير إنه هو الشخص الوحيد اللي قاعد ينتظر المحكومية حقته لمدة سنة. المعروف عند الناس إنهم يقعدون 6 شهور وبعدها يعطونا الحكم الخاص فيه، هو قعد سنة كاملة ما صدر فيه أي حكم لحد الآن. وش السبب؟ إنه اختفى ملفه من مركز الشرطة، قعدوا يبحثون عن ملف ما حصلوا ملفه نهائيا. هنا أدركت الشرطة إن كيفن وصل لفل عالي من ناحية الاختراق اللي خلاه يخفي ملفه من مركز الشرطة. يعني كنا يقول لهم ترى ما راكم شيء حرفيا، أدخل أخذ ملفاتكم وأخفي الملفات وأنا برضو قاعد أنتظر محكوميتي. المهم في عام 1988 صارت في فكرة في راس كيفن انه يستحوذ على النظام تشغيل VMS، ويبي يخترق النظام هذا عشان يخترق شبكة ايزينت عشان يقدر يتحكم بالنظام الحكومي. المهم انهم كانوا يحاولون يخترقون احد الشركات، في موظف موجود في الشركة هذه لاحظ ان في عملية اختراق قاعدة تجي للشركة، فقام وبلغ الـ FBI في هذا الموضوع. حتى ان الـ FBI قاموا واتحدوا مع الشركة او مع مبرمجين الشركة او قسم الاي تي في الشركة عشان يعرفون من هوية المخترق هذا. ولكن كيفن مجهز له يا جماعة الخير جدول كامل عشان يسوي لهم عملية تضليل ولا يقدرون يوصلوا له. من احد جداول كيفن انه حاط عنده جهازين، الجهاز الاول جهاز يخترق فيه الشركة، اما الجهاز الثاني جهاز يراقب مؤسسة الهاتف. ليه كان يراقب مؤسسة الهاتف؟ كان يبغى يعرف الشرطة وش قاعدة تسوي، وين تبغى تروح، وين أماكن الهجمات اللي قاعدين يكتشفونها. كل ما حصلوا مكان يقوم يغير الهجمة هذه إلى مكان آخر عشان يضللهم وما يقدرون يمسكونه. المهم أن المسؤولين في المؤسسة هذه دفعوا مئات الدولارات عشان يحطون حماية للشركة هذه، لأن الشركة هذه مهمة بشكل مرة كبير لكيفن وبرضه للحكومة. قاموا وجابوا نظام للحماية جديد، دفعوا ممكن آلاف الدولارات عشان يحطون النظام هذا. الشيء اللي سووه هذول كلهم سووه وما فاد معهم نهائيا، لأن كيفن مصمل ومصمم إنه يخترق هذه الشركة. كيفن يعني اخترق الشبكة هذه وقفل على الموضوع هذا. المهم إن كيفن سوى مزحة مرة غبية، اتصل على مدير صديقه اللي هو دي سيكو، اتصل عليه وقال إن عندنا مشكلة مع مصلحة الضرائب. ولكن دي سيكو سمع بالخبر إن كيفن مكلم مديره وقايل لهم في مشكلة مع مصلحة الضرائب. هنا دي سيكو خاف وراح كلم مديره وكب العفش عنده وقال له إن كيفن هو الشخص المسؤول عن الاختراقات. قام مدير الشركة هذا واتصل على الـ FBI واعتقلوا كيفن. المهم كيفن ودوه إلى محكمة لوس أنجلوس بتهمة سرقة برامج قيمتها ملايين الدولارات، وبرضه في شركة دفعت 200,000 دولار عشان تبعد كيفن عن الشركة. أعلنت إدانته إن هذه المرة الخامسة اللي يمسكونه فيها وانسجن فيها
سنة وست شهور. السنة راح تكون سجن والست شهور راح تكون يعالجونا من إدمان الاختراق مع عدم مغادرة المدينة اللي موجود فيها. المهم الموضوع هذا أثار الرأي العام عندهم، استغربوا وش السالفة وش الموضوع، سنة واحدة سجن وست شهور يعالجونا من إدمان الاختراق، موضوع فيه إنه شوي. المهم كيف نقعد سنة كاملة في السجن بعده أقنعهم أنه هو شخص تعالج، أنه رجع لحياته الطبيعية اللي هو إدمان الاختراق، يعني زي ما تقول بطل أنه يخترق الشبكات. المهم أنه راح إلى مدينة لوس أنجلوس في عام 1992 واشتغل مبرمج، وفي عام 1992 شرطة كاليفورنيا حصلوا اتصال أو حصلوا شخص يطلب أنه ياخذ رخصة خاصة بالقيادة ومعاه الأكسس أو معاه كل شيء يخول أنه ياخذ الشيء هذا. طلب منهم انهم يرسلون هذه الرخصة بالفاكس الى عنوان معين. المهم رجال الامن قالوا لازم نراقب الفاكس هذا، فحصلوا ان الفاكس هذا خاص بمكتبة، قاموا وارسلوا رجال امن عشان يراقبون الوضع من بعيد. المهم حصلوا شخص طالع من المكتبة وقاموا يتقصون الاثر حقه او يلاحقونه، يبغون يشوفون وين يروح الشخص هذا. المهم ان الشخص هذا كان يمشي على رجوله، فحس ان في ناس قاعدة تراقبه، فقام حصل حديقة جنبه، ركض بين الحديقة ورمى الأوراق ورمى كل شيء، أهم شيء إنه يهرب من الناس اللي قاعدين يلاحقونه. بعد ما أخذوا الأوراق هذه حصل الأوراق هذه عليها بصمات كيفن. في عطلة عيد الميلاد عام 1994 اكتشف أحد أكبر الخبراء لأمن الشبكات في العالم اللي هو شيموورا. يعمل شيموورا في مكتب التحقيقات الفيدرالية والقوات الجوية وكالة الأمن القومي الأمريكي. لاحظ أن الحاسوب حقه قاعد يتعرض لاختراقات وتم سرقة منه مئات الملفات الموجودة داخل الحاسوب هذا، وكانت الملفات هذه هي أصلا دروس لاختراق الحاسب وبرضه لاختراق الهواتف المتنقلة. شيموورا استغرب كيف شخص يقدر يدخل في نص المكان اللي أنا فيه اللي هو بيته ويقدر يخترق ملفات هذه، وملفات هذه مهمة بشكل مرة كبير. متخيلين شيموورا كان يدرس الطلاب اللي عنده كيف يخترقون الأشياء ويعلمهم لأنهم هم طلاب عسكريين. جاء شخص اخترق حاسب المعلم حقهم وخذ منه الملفات هذه. المهم شيموورا هذا اللي اسمه صعب حرفيا قال لازم اشوف من الشخص هذا، كلم مكتب التحقيق الفيدرالي قال لازم نتعاون ونشوف الشخص اللي قاعد يخترق الأجهزة حقتنا. في اللحظة هذه اللي قاعدين يشددون الحماية على الشبكات حصلوا مخترق قاعد يخترق اللي هو شبكات الهاتف النقالة، وبرضه مخترق جهاز تجاري فيه بطاقات ائتمانية، نسخ أرقام البطاقات الائتمانية هذه عشان يقدر يستخدمها الهاكر. أول ما سمعوا سواليف اختراق جوالات أو شركات اتصال جاء في راسهم على طول اللي هو ميثنيك. ميثنيك طبعا مختفي من عام 1992 وهم حاليا في عام 1994. المهم قالوا خل نراقب ميثنيك هذا، لاحظوا ان ميثنيك من عام 1992 يخترق من جوال لجوال، يعني يروح من الجوال الاول ويتصل مثلا في جهاز ثاني وبعدين من الجهاز الثاني هذا على الشركة عشان يموه على الناس ما تقدر تصيده. وفي مساء 15 فبراير طقوا المحققين على بيت ميثنيك وكانت الشقة رقم 202. قاموا خذوا ميثنيك واعتقلوه ودوه للسجن وحطوه بدون محاكمة لين عام 1997. بعدها صدر عليه حكم انه ينسجن سنتين وزادوا عليه 4 شهور زيادة، وكانوا في السجن يعاملونه بقسوة ما مرت على اي شخص في السجن. وعرفوا في ذاك الوقت ان كيفن مرة خطير لأبعد درجة، وأخرجوا عنه في عام 2000 واطلقوا عليه كوندور الانترنت اللي هو أشهر مخترق، وبرضو طلعوا كتاب باسم كيفن. إلى هنا وصلنا نهاية الحلقة، الله يعطيكم ألف عافية على المشاهدة. اللي وصل نهاية الحلقة هنا يكتب لي تحت في الكومنتات، وبرضو لا تنسى تتابعنا على قناتي الثانية في اليوتيوب وحساب الانستغرام والتويتش، راح يطلع لك رابط موجود تحت في الديسكريبشن راح يوديك لجميع حساباتي، وأشوفكم في أمان الله. السلام عليكم يا جماعة الخير.